وقف أمامها العالم الكندي كيثمور، أشهر علماء الأجنة في عصره قبل عشرات السنين، وقف منبهرا لا يملك إلا أن يقول إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون مصدره أرضيا بل مصدره من السماء، لأنه يتفق بنسبة 100% مع العلم الحديث. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، من الاكتشافات في العصر الحديث أن الإنسان يتميز بشفرة وراثية مميزة عن باقي المخلوقات. هذه الشفرة موجودة في أعماق كل خلية من خلايا أجسادنا، عبارة عن 23 كروموزوم أو شريط وراثي، عددها 23، مكتوب فيها تاريخ حياتنا، صفاتنا، أمراضنا، مستقبلنا، مكتوبة ضمن هذه 23 كروموزوم، ولكن ليس بلغة الكلمات بل بلغة التركيبات الكيميائية. سبحان الله، عندما تتأمل القرآن العظيم تجد أن هناك سورة في القرآن فيها نص طويل جدا يتحدث عن مراحل خلق الإنسان من نطفة، علقة، مضغة إلى آخره، مراحل خلق الإنسان. هذا النص أنا أريدك أخي الحبيب أن تتأمل معي الدقة المتناهية في تركيب هذا النص. سنقرأ النص من سورة المؤمنون، ثم نتأمل التناسق العددي بين عدد كروموزومات الإنسان التي خلق منها وبين عدد كلمات هذا النص المبارك. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا أريدك أخي الحبيب أمام هذا النص الطويل المحكم الذي يفصل لنا مراحل خلق الإنسان والتي وقف أمامها العالم الكندي كيثمور، أشهر علماء الأجنة في عصره قبل عشرات السنين، وقف منبهرا لا يملك إلا أن يقول إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون مصدره أرضيا بل مصدره من السماء، لأنه يتفق بنسبة 100% مع العلم الحديث، وهو عالم الأجنة ولديه كتاب ضخم في علم الأجنة يدرس في عدد من الجامعات العالمية. طيب، لغويا هناك إحكام كما نرى شديد جدا في هذه الآية، لا تستطيع لا أن تستبدل كلمة بأخرى ولا أن تحذف كلمة ولا أن تضيف كلمة، هو نص محكم كما هو. طيب، أين العدد 23 هنا؟ الله عز وجل أخي الحبيب، وهذه يعني نتيجة يقينية وصلنا إليها، أن كل نص في القرآن وكل آية في القرآن أحكمت بشكل يتناسب مع معنى هذه الآية. يعني هذه الآية تتحدث عن خلق الإنسان من النطفة، والنطفة أصلا فيها 23 كروموزوم، هي أساس الحياة. من دون هذه الكروموزومات لا يوجد شيء اسمه إنسان على فكرة. يعني هذه 23 كروموزوم هي التي تعطي الأوامر للخلية المذكرة باقتحام الأنثى، البويضة الأنثوية، وتعطي الأمر بالتكاثر، وبعد ذلك أوامر ليتشكل هذا المخلوق المعقد. فخلية واحدة ملقحة زايغوت أو نطفة أمشاج تتحول بعد 9 أشهر إلى 100
يعني تريليونات الخلايا، قد يصل العدد إلى 100 تريليون خلية. فشيء عجيب جدا والله أيها الأحبة، دقة تصميم هذا الجنين ودقة الخلق. وسنرى الدقة الآن في القرآن. انظر معي أخي الحبيب، الآية الأولى هنا تقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه المرحلة ليس فيها كروموزومات، هذه المرحلة هي مرحلة خلق سيدنا آدم من الطين. طيب الآن تأتي مرحلة النطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهكذا إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا تنتهي عملية الخلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن سنعد الكلمات، دقق معي أخي الحبيب، وأنا أخذت منهجا في العد، من النطفة ثم جعلناه نطفة إلى خلقا آخر. مرحلة الطين لن نعدها لأن ليس فيها كروموزومات، الكروموزومات خلقها الله في النطفة. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه صفات الله عز وجل غير داخلة في مراحل خلق الإنسان. طيب عد معي أخي الحبيب، أنا لدي هنا البرنامج يعد كما يلي، ثم يعطينا هنا كلمة، دقق معي هنا أخي الحبيب، هنا جعلناه كلمتان، دقق هنا المربع الأصفر، أنا كلما حددت كلمة يعطيني عدد الكلمات، نطفة 3 في 4 قرار 5 مكين 6 ثم 7 خلقنا 8 النطفة 9 علقة 10 فخلقنا 11 العلقة 12 مضغة 13 فخلقنا المضغة عظاما 16 فكسونا 17 العظام لحما 19 ثم 20 أنشأناه 21 خلقا 22 دقق معي أخي الحبيب آخر 23. سبحان الله، أنا أمام هذه الحقيقة، نحن لدينا هنا أيها الأحبة حقيقة يقينية نراها بلغة الأرقام، لا يستطيع أهل الأرض جميعا أن يكذبوا هذا الرقم. كل نسخ المصاحف في العالم كله اليوم ومنذ 1400 سنة إلى اليوم هذا النص يتألف من 23 كلمة. لم يستطع أحد أن يضيف كلمة أو يحذف كلمة، مما يدل على أن الله أحكم كتابه وحفظه من التغيير والتحريف والتبديل، يعني فعلا الحمد لله. لاحظ أخي الكريم، عندما تتأمل نصا يتحدث عن مراحل خلق الإنسان وهو أطول نص في القرآن، نص محكم مفصل، ركبه الله من 23 كلمة بالضبط بعدد كروموزومات الإنسان. والعجيب هنا، سأعود معك إلى البرنامج، انظر هنا أخي الحبيب، هنا سورة المؤمنون كم رقمها؟ اقرأ معي، رقمها 23. رقم سورة المؤمنين حيث وجد هذا النص 23. سبحان الله، سبحانك يا رب. فعلا يعني الإنسان هناك أشياء تغيب عنه أحيانا. كلنا نقرأ القرآن ونختم القرآن في رمضان وفي غيره، وربما مررنا آلاف المرات على هذا النص. من منكم خطر بباله أن يجد هذا النص بهذا العدد 23 كلمة؟ ومن منكم خطر بباله أن الله وضع هذا النص في سورة رقمها 23 أيضا؟ فهذا عمل أخي الحبيب لا يمكن أن يكون من صنع بشر، ولا يمكن أن يكون يعني جاء بالمصادفة، لأننا أمام أرقام محكمة، أرقام دقيقة جدا. وبالتالي هنا أنا أود أن أختم على عجالة. أولا، هذه الحقيقة الرقمية تدل على أن القرآن لم يحرف،
وكما أقول دائما لدينا آلاف وعشرات الآلاف من هذه الحقائق. أنا اليوم عرضت حقيقة واحدة من آلاف وعشرات الآلاف. القرآن لا يمكن الإتيان بمثله، لأنه لا يمكن لبشر مهما بلغ من البلاغة والفصاحة والعلم أن يعطينا نصوصا يركبها من أعداد كلمات تتناسب مع معاني هذا النص، يستحيل ذلك. سينصرف ذهنه إلى الأرقام وينسى البلاغة، وإذا اهتم بالبلاغة سينسى موضوع الأرقام. أما أن تضبط النص بلاغيا ورقميا وعلميا أيضا منضبط كما يقول العالم كسمور، إن هذا النص يتفق بنسبة 100% مع معطيات العلم الحديث. لذلك والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله الذي حفظ لنا هذا القرآن وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.